بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بِمَا
wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم.